مرحبا، اليوم راح احكي لكم عن موانع الحمل، واهم مانع اللي هو اكثر النساء يستخدموه هو حب المانع. حب المانع هو عبارة عن هرمونات، وهذا الحب انصح النساء انه ما يستخدموه، انه صديقتها او اختها استخدمتها وزين لها ويوالمها، لا، لازم تفحص واستشارة الطبيب. ليش؟ لان هناك موانع كثيرة انه ما تستخدمها، مثل يتحكم فيها الوزن، ضغط اذا عندها المريضة، اذا عندها مرض سكري، اذا عندها دوالي، اذا تعاني من شقيقة. فلازم تستشير طبيب وهو يحدد لها نوع حب المانع اللي تستخدمه، وبمخاطر جدا كثيرة. ولازم من تستخدم حب المانع لازم بين فترة وفترة تراجع وتفحص، لأنه عبارة عن هرمونات مثل ما قلنا. فأتمنى تأخذ النساء بهذه النصيحة وما تباشر باستخدامها بدون استشارة طبيب. شكرا جزيلا لكم.